نفس الناس طبعا بره، كان في اطباء بيعالجوهم بره يعني. هل الحريق يتزايد ام ينحصر مع توافد سيارات الاطفاء؟ الحريق من حاجه واحده بس، من صوره المبنى، من الدخان، لان انا طبعا مش جوه ومش شايف النار، لكن انا شايف الدخان. كل مدى كل ما انت المنظر فوقي خالص، ما انت شايفه لا يفطس المكان ولا اسمه ولا جدرانه، وده بالتالي بياكد لك ان في تزايد. نعم، الأستاذ حسام فاروق، مساعد رئيس تحرير مجلة شاشتي، شكرا جزيلا لك.